السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل شيء جميل. اللهم صل على جمال النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب علينا أن نكثر من السمسم لأنه يجعلك سعيدا مسرورا. أنا مركت على واحد توه بيصلي وإنه بدعي: يا رب يا رب ترزقني، يا رب تعطيني، يا رب يا رب، مشان الله يا رب أنك ترزقني. وقفت أنا قلت له: سيدي ماذا تقول؟ مشان الله. دعاء جديد من كثرة الخشوع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كن عبدا لحوحا. قيل: وما اللحوح؟ قال: اللحوح هو الذي يكثر من الثناء على الله. ودك من الله 100 شيكل، اكثر دائما، قل دائما اكثر من الدعاء، اكثر من الدعاء، عشان الله بيحب العبد اللحوح. اللحوح هو الذي يكثر من الدعاء، يكثر من الطلب. دائما قول: الله يا رب ودي 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 ودي. لو تطلب مليون مرة، 2 مليون مرة، ما بيرجع لك الله دعاء نهائيا. لن يرجع الله دعاء. الدعاء يقسم إلى 3 أقسام كما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام: منه من يستجاب، ومنه من يرفع يرد عنك قضاء، ومنه من يدخل إلى يوم القيامة. في بعض الأحاديث ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد، أنه بعض الناس يوم القيامة بتقول: يا ريت الله ما استجاب ولا دعاء وخلها ليوم القيامة. في مرات تكون نازل بلاء عليك من السماء، يصيبك شيء غادي جاي، وأنت بتدعي الله ودك شيء من الحياة الدنيا، الله ما بيستجيب لك هذا، بس برد عنك الدعاء. الدعاء يرفع القضاء، يرد القضاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كل صحن ود مجمع مشتلم. السلام عليكم.